مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن دلائل ان هايلة عم تعمل فينا مقلب. يعني في ناس عم بيقولوا ان هايلة بعد 4 مليون رح تعمل فينا مقلب، وما بعرف اذا كان حقيقي هيك، بس يلا بينا نشوف الدلائل. طيب انا رح اكتب قناة دقيقة هيك بس. طيب كنت عم بعمل شي. طيب يلا بينا نكمل الفيديو. هيلا قناة هيلا. طيب وكمان في شي، مستحيل بعد 4 مليون وبعد 4 سنين تترك قناتها وبعد كل هذا العدد من المشتركين، طبعا مستحيل. وكمان اذا شفتوا يعني بتجيب قوائم التشغيل، كل يعني فيديوهاتها ما انا محذوفه، لا تدخلوا على اي فيديو بيجيب لكم انه هذا الفيديو خاص، كل فيديوهاتها خاصة، يعني لانه ما في حدا يشوفها غيرها هي. وكمان يعني ليش لا تعمل فينا مقلب؟ ليش لا تسكر قناتها؟ ما هي كانت كمان يعني هيك من زمن يعني. وفي ناس بيقولوا انها من سبب الدراسة وانها صارت زي الحقوق المرأة وهيك يعني، بس هي من زمن هيك في الدراسة، بس يعني بتعمل برضو كمان فيديوهات، مو لازم يعني انها تترك قناتها. ليش لا تترك قناتها؟ وكمان انا عم اقول للمرة الثانية انه هذا مقلب، هي اللي عم تعمل مقلب. ويعني في كثير ناس بيقولوا انه هذا مقلب، وفي ناس بيقولوا انه هذا مو مقلب، وكثير ناس مصدقين هاد، بس هي اللي عم تعمل هذا المقلب لا تكتشف اذا نحنا بنحبها او لا. فهي عملت هذا المقلب، وطبعا كثير ناس صدقوا هذا المقلب، وطبعا يلي كمان صدق هذا المقلب ما راح يلغي اشتراكه طبعا. وكمان يعني هلا عم تسوي فينا مقلب لا تكتشف هيك اذا نحنا بنحبها او لا. طيب وكان هذا هو نهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، و قولوا لي يعني اذا سلسلة القراصنة عجبتكم او لا، لانه يعني ما رح اعمل الجزء الثاني هلا. طيب باي، ولا تنسوا ايضا انكم تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كان رح ينطفي. طيب وكمان قولوا اذا عجبتكم كمان سلسلة الفتاة المظلومة او لا، لان يعني افكار كلها راحت بالسلسلة، بس ان شاء الله رح كملكم فيها ان شاء الله. وطيب باي.